طيب ابدا يعني استعاذة اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا بان احسنت تلاوه جميله ما شاء الله، لكن سنعلق على الايات. من الشاء من الشاء من الشاء من الشاء من الشاء من الشاء. فننتبه للشين كذلك، لا نفخر واشتغل من الشاء من الشاء. عندي كذلك في قول الله سبحانه وتعالى إيا إيا إيا، اقرأ معي إيا وإياك تقول إياك وإياك. لا تقرأ بالسكت يا إياك وإياك، هذا ليس بالسكت. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أحسنتي، أعينا الصراط المستقيم. أحسنتي يا أستاذة، أعي الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت ما شاء الله. ما شاء الله. الضال يعني ماذا لازم هكذا ولا الضالين. أحيانا تحسب بيدك تعرف مقدار المد. أحسنت ما شاء الله، التوفيق والنجاح. حفظت القرآن الكريم كاملا ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلاص. طيب ناخذ واحد من هنا من هذا الصف. من؟ من الشيطان سكون الياء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم.
طيب ولا الضالين غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت بارك الله فيك. أولا عندي أعوذ بالله من الشيطان عندي كذلك مالك يوم توضح الكسرة ما يعني ما يكون فيها نوع من السكون عنده معي لا يكون مالك يوم لا الكسرة تكون كاملة تكون كسرة كاملة نعم الشيء الأخير في إياك إيا منتبه ألا نقرأ به السكن تلاوتكم ما شاء الله أنتِ والأستاذة تلاوة طيبة مباركة ما شاء الله طيب نأخذ أحسنت يا شكراً شكراً بوس كتابنya suara tilawahnya bagus dan perlu diketahui juga dari di yang iya nya saja yang iya itu jangan disaktahkan ya iya jangan disaktahkan awat ya waliban ashin قلنا لا نقول من الشر من الشر شر من الشر من الشر من الشر يقرأ معي من الشر من الشر من الشر من الشر كذلك في اهدنا الصراط لا نقول اهدنا الصراط لا نمد الشفتين كذلك في الصاد اهدنا الصاد 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 الصراط الصراط إذن لا نمد الشفتين في حرف الشين وفي حرف الصاد jadi kata beliau jangan dimonyongkan pada huruf shin dan sad jangan dimonyongkan ketika iya kan huruf pada nakul iya kan bintakzib la wala nakram iya ka wa i bisakti kembali asyarat thalith an nakram tajdid liya ma'ala bisakti alih jadi kata beliau untuk yang iya jangan ditakfifkan diringankan artinya iya juga jangan disaktakan iya iya tapi dipegang tapi dia tetap masuk iya iya ya Aiba terakhir man ah apa doa man ayah apa betul صراط الذين
شاء الله تلاوة طيبة مباركة. وهذا الجهد وهذا ما استمعنا إلى تلاوته يدل على جهد الأستاذات، على جهد الأستاذات معكن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكن التوفيق والنجاح. آمين. وأنتن على خير عظيم وفي خير. آمين. فهنيئا لكن بحفظكن للقرآن الكريم. آمين. وهذه من النعم العظيمة الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى عليها دائما. آمين. عندما تحفظ هذا القرآن النفع يعود إليك وإلى غيرك، فيسمى نفع قاصر ونفع متعدي. نفع